في سؤاله الثاني يقول: ما حكم الإسلام في رجل قالت له زوجته: أريد أن ألبس الحجاب طاعة لله ورسوله، فقال لها: هل تريدين أن يضحك الناس علينا؟ نرجو توجيه النصح لمثل هؤلاء، جزاكم الله خيرا. يجب على هذه المرأة أن تلتزم بالحجاب وأن تحتجب، وأن لا تطيع زوجها إذا منعها من ذلك أو انتقدها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فليس للزوج طاعة في إذا أمر بمعصية أو مخالفة، ليس له طاعة، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما طاعة الزوج وغيره تكون بالمعروف لا بالمعصية. وانتقاد الناس وضحكهم على المسلمة إذا احتجبت لا يضره، بل يزيدها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ولم يصرف هذا المسلمين عن دينهم، ولم يعبأوا بهذه السخرية وهذا الضحك منهم، بل يزيدهم ثباتا على دينهم. نعم.